أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الجدعان. حضراتكم اسمحوا لي النهاردة في بداية حلقتنا أتكلم في قضية شديدة الأهمية، معلش أنا لازم أتكلم عنها لخطورة هذا الأمر. المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الكبرى وأيضا رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة قال في آخر اجتماع لهذه اللجنة، وهي اجتماعات دورية تتم للوقوف على عمليات تقنين أراضي وضع اليد، قال إن احنا استردينا حوالي 2.5 مليون فدان من أراضي وضع اليد وحوالي 188 مليون متر مكعب من أراضي البناء. أيضا تم تقنين حوالي 37 ألف حالة تم تقديم طلبات عنها لتقنين وضع اليد على أراضي الدولة الصحراوية، وهناك 44 ألف حالة جاري إنهاء ورقها. إذن هناك عمليات جادة لتقنين وضع اليد، مفيش جدال أن ظاهرة وضع اليد على أراضي الدولة مرفوضة جملة وتفصيلا، والرئيس عبد الفتاح السيسي قال قدامنا 6 شهور ونغلق هذا الملف تماما، وهي تعليمات ستنفذ فورا. وأنا بكلم حضراتكم دلوقتي يجري تنفيذ الموجة 18 لإزالة التعديات على أراضي الدولة الصحراوية واسترداد حقوق الدولة في أراضيها. خلي بال حضراتكم في عام 2006 لما صدر القانون 148 لسنة 2006 كفاية أقول لحضراتكم أن في دراسة قالت أن أراضي وضع اليد في مصر تتجاوز إجمالي مساحتها حوالي 6 مليون فدان. إذن هي ظاهرة مفزعة ومخيفة وشديدة الخطورة على خطة الدولة الاستراتيجية سواء في القطاع الزراعي أو التوسع العمراني في المدن الجديدة. تخيلوا حضراتكم كل ما الدولة تحط خطة للتوسع في القطاع الزراعي تلاقي أراضي وضع يد، كل ما تحط خطة لإنشاء مدينة جديدة تلاقي ناس تقول لها دي أراضينا وإحنا قاعدين فيها ودي أرضنا وأرض جددنا. طبعا ده كلام غير مقبول والدولة تواجهه بكل قوة. إذن المطلوب من حضراتكم التحرك على الفور إلى الجهة اللي تسلمت الطلب منك لتقنين وضع اليد على أراضي زراعية أو أراضي بناء. شوف المطلوب منك كام وسدده حسب الضوابط اللي وضعها الدولة. بعدها لو عندك تظلم من السعر اتظلم بنا القانون، ولكن في البداية ادفع مستحقات الدولة، اظهر جديتك في تقنين وضعك. هذا هو المطلوب حاليا، ولازم لجنة استرداد أراضي الدولة يكون عندها ورق. هذه الورقة أقدر أخدها كراجل اتقدمت لتقنين وضع اليد وسددت مستحقات الدولة يوم ما تجيلي إحدى لجان الإزالة أو موجات الإزالة الكبرى. مجرد ما أظهر هذه الورقة يتم احترام ما أفعله على الأرض سواء زراعة أو توسع عمراني. هذا هو المطلوب. إذن المسؤولية على الطرفين، أولا حضرتك تتحرك لتقنين وضع اليد وسداد مستحقات الدولة، وثانيا اللجان المختصة بالتقنين يجب أن تؤمن كل من تقدم لتقنين وضع اليد. دي قضية شديدة الأهمية. النهاردة كل اللي عنده فدان عنده حتة ذهب. خليكم معانا عشان نشوف فقراتنا ايه النهاردة في برنامج الجدعان.